اوبا بينشف على 2177 سعرة. شفتوا انا قلت لكم يا جماعة يعني السنة دي انا حاسس ان كمية الاكل اكتر بكتير. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ايه الاخبار؟ معاكم ميجو، وده ميجو فيت فورمتك في البيت. انا عارف يا جماعة ان انا بقالي كتير جدا منقطع عن اليوتيوب، الموضوع بقاله كتير جدا حرفيا اكتر من 8 شهور من ساعة تقريبا ما عزلت هنا. انا معزل هنا في العبور بقالي تقريبا اولموست 8 شهور من شهر 4 اول 5 حاجة كده. لكل ما يعرفش يا جماعه انا اسمي ماجد، انا بتمرن في البيت بقالي اكتر من 11 سنه. وكنت بنزل فيديوز كتيره جدا هنا وفلوجز وشغل فاخر من الاخر، بس انقطعت طبعا بعد الفتره ديت لاني كنت حاطط برايورتي او اهتمامات شويه للانستجرام والتيك توك والفيسبوك والكلام ده كله. بس ان شاء الله احنا راجعين تاني وبقوه. في الفيديو بتاع النهارده هنعمل ريفيو لفيديو كريس بومستد، لسه منزله تقريبا من 6 ايام اي ثينك، قبل البطولة بتاعة مستر اولمبيا. طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعة مستر اولمبيا ناقص عليها تقريبا اسبوعين، اسبوعين ونص، فده فول داي اوف ايتينج تو جيت شريدد، اكل يوم كامل للتنشيف. ف وذ ذات سيد يلا بينا نبتدي. تقريبا اي ثينك ان ده بروتين ايس كريم. لكل اللي كان متابع على فكره كريس بومستيد يا جماعه من سنين فاتت، كريس بومستيد ما كانش بيعمل اي حاجه غير ان هو بياكل شوفان، بيض، رز، خضار، يا اما بايسن يا اما فراخ يا اما تركي يا بس كده. فكون ان هو يخش في البروتين ايس كريم والبانكيك والكلام ده، فانت بتوصل للمرحله دي بعد فتره زمنيه طويله جدا طبعا من الدايتنج والاكسبيرينسنج، وان انت تبقى فاهم جسمك كويس جدا. فالنقطه دي تقريبا من التحضيره دي والتحضيره اللي فاتت بدا يدخل البروتين ايس كريم. اي ثينك ان ده القوام بتاع البروتين ايس كريم اذا ما كنتش خاطئ يعني او مخطئ. دي الانترو الجديدة بتاعته. I think ان الانترو بتاعته قبل كده كانت ألطف. قولوا لي برضو رأيكم في الكومنتس. انا في رأيي الشخصي انا شايف ان الانترو القديمة كانت احسن بكتير. اعتقد دي هتبقى رابع سنة بالنسبة له ان هو ياخد الاولمبي. طيب اكل يوم كامل، تعال نشوف الفطار بتاعه هيبقى عامل ايه. الفطار بتاعه شوفان، 90 جرام شوفان ولا كام؟ 80 جرام شوفان. على فكرة كريس قبل كده كان بياكل 40 جرام شوفان و50 جرام شوفان، فكون ان هو بياكل 80 ده شيء هايل، لان ان انت توصل لكونديشن قبل البطولة بتاعتك على سعرات اعلى، ده مرحلة او دي مرحلة انت ما بتوصلهاش غير بعد عناء وغير بعد ما تبقى فاهم جسمك كويس جدا ايه اللي بيجيب معاه وايه اللي مش بيجيب معاه. زي ما انتوا عارفين يا جماعة ان كريس بومستيد كمان غير المدرب بتاعه السنة دي. ايان كان بيمرنه، ايان اللي هو تقريبا جوز اخته اي ثينك يعني، كان بيمرنه على مدار الاولمبيات اللي فاتت دي كلها، فكون ان هو يغيره السنه دي بهاني رامبود. هاني رامبود ده اللي بيمرن، اللي كان بيمرن فيل هيث، اللي كان بيمرن اندريا تقريبا. اندريا برضو مش داخل الاولمبيا السنه دي عشان عايز يخش كلاسيك فيزيك. يعني بص في حاجات كتير قوي، يعمل فولو وسبسكرايب علشان ان شاء الله هيبقى في تغطيه جامده جدا للاولمبيا، وهيبقى في فيديوهات ان شاء الله رياكت كتيره جدا في الفتره اللي جايه. 80 جرام فده شيء هايل جدا. يا ابن اللعيبه يا ابن، والله العظيم بقول لكم يا جدعان انا حافظه. زمان كان بياخد 40 جرام بس، 40 جرام او 50 جرام، فاعتقد ان التحضير ديت هو بينشف على سعرات اعلى، ودي احسن حاجه في الوجود. انا شخصيا لما كنت بنشف في التحضيره، تحضيره ايه؟ في التنشيف اللي قبل اللي فاتت كنت بنشف على 1800 كالوري، التنشيفه اللي فاتت دي كانت 1950، فده شيء هايل جدا ان انت توصل لنفس النشفين ويمكن اكتر شويه على 1950 كالوري او على سعرات اعلى. حلو طبعا طبعا، من كتر ما انت عملت الشوفان بتاعك او من كتر ما انت عملت الاكل بتاعك بصفه عامه، من كتر ما انت بتعمله بتبقى عارف ايه اكتر حاجه انت بتحبها في الشوفان. الشوفان انت بتحبه ميه كتيره قوي، ولا بتحب الشوفان اللي هو يبقى ماسك نفسه شويه، ولا بتحبه يبقى ناشف جدا، على حسب الحاجه اللي انت بتحبها بتكمل فيها. لان يا جماعه خليني اقول لكم على حاجه، انت لو مش بتحب طعم الاكل بتاعك في دايت او غير دايت انت مش هتلتزم بيه، على السكه وعلى الدغري زي ما بنقول. فانت لازم تاكل اكل انت بتحب طعمه وبتستحمله علشان تقدر تكمل فيه وتشوف نتائج عليه.
هو بيحب طعم الشوفان بتاعه يبقى ايه، بتشو كده، تشو يعني بيتمضغ شويه، ما بقاش في سوبي، ما بقاش في ميه كتير قوي. برو تيب يا جماعه، لو انت عايز كميه شوفان اعلى، خصوصا لو انت بتنشف على سعرات قليله، او لو انت مش على دايت سعرات حراريه قليله، زود ميه على الشوفان. الشوفان عنده القابليه ان هو يابزورب او يمتص كميه الميه، وخصوصا لو دخلته في الثلاجه وطلعته وقلبته، او لو دخلته الميكرويف وقلبته كل 30 ثانيه وزودت له ميه تاني، هيمتص كميه الميه دي، وبالتالي نفس السعرات الحراريه بتاعته هتتضاعف، بس ما توصلوش لمرحله ان هو يبقى عباره عن شوربه، فاهم؟ هتبقى بتاكل الشوفان كانك بتشرب شوربه، فده شيء مش مقبول. خدت بالكم بيقول لكم ايه؟ بيقول لك لو طعم الشوفان مش مظبوط انا برميه في الزباله. ليه بقى؟ لان تخيل انت كنت في الاول خالص بتاكل، مثلا هضربها لكم مثال، مثلا الفلوس. تخيل انت كنت معاك 5000 جنيه، بتقبض 5000 جنيه كل شهر، وبعد كده في ظروف المعيشه الجميله اللي احنا فيها دي بدا المرتب بتاعك يقل لحد ما بقى 2000 جنيه. هل هتصرف ال 5000 جنيه زي ما بتصرف ال 2000 جنيه؟ لا طبعا. بيبقى في حاجه اسمها برايورتيزيشن، ايه الاولويات بالنسبه لك؟ اول ما بتقبض المرتب بتاعك بتصرف اول حاجه ايه؟ بتروح في المياه وفي الكهرباء وفي الانترنت، الحاجات الاساسيه. فلو طعم الشوفان بالنسبه لك، انا ليه بقول لكم القصه دي؟ لان لو طعم الاكل بالنسبه لك طعمه مش حلو، فانت بتبقى شايف ان هو في 300 400 سعره هرميهم في الزباله، او هاكلهم وانا طعمهم مش حلو، لا انا هرميهم في الزباله، اكرم لي واعمل لي واحد جديد. لان انا انت حرفيا انت بتخلي ميك افري سنجل كالوري كاونت، بتخلي كل سعره حراريه انت بتاكلها، لانك بتاكل اصلا في الفتره دي السنه اللي فاتت كان بياكل 1600 سعره، فانت بتخيل 1600 سعره تضيع منهم 400 سعره في حاجه طعمها شتي او طعمها مش حلو، مش حلو خالص. بالظبط. I think ان هو بيحط عليه بياخد بجانب الاكل بتاعه بقى جلوتامين عشان يساعده على الريكفري. طبعا زي ما احنا عارفين الجلوتامين، طبعا في مصر هنا ما تشتريش جلوتامين، يعني الكرياتين اصلا بقى شحيح في السوق وبقى سعره نار، فتخيل بقى الجلوتامين. فالحاجات الاساسية اساسا يعني ايه، الحمد لله اللهم لا اعتراض، بياخد شيك جلوتامين، واعتقد بياخد معاه برضو قشور سيليوم لو انا مش ناسي. سيليوم، الله عليا، بياخد معلقه صغيره سيليوم. طبعا السيليوم ده يا جماعه من الحاجات المشبعه جدا اللي مليانه فايبر. وبرضو برو تيب، لو انت بتاخد في الدايت بتاعك فايبر كتير، فايبر كتير، حاول تشرب معاه ميه كتير عشان تقدر تدخل الحمام. الريكومنديشنز بتقول لك ان انت من كل 1000 كالوري تقريبا حاول تدخل من 12 ل 15 جرام فايبر. فايبر بالظبط. ما بيبطل يدخل المحلات الصناعيه، بعض الناس مش كل الناس، المحلات الصناعيه بتخليهم يحبسوا ميه، فانت بطريقه التراي ان ايرور. طبعا هو الراجل ده دخل كميه اولمبيات ودخل كميه كومبيتيشنز بالعبيط، فانت بتفهم جسمك اكتر من اي وقت تاني، ايه اللي تعمله ايه اللي ما تعملوش، ايه اللي بيجيب معاك ايه اللي ما بيجيبش. فهو يعني في فتره قبل الثلاث اسابيع فانت بتخلي بالك من كل حاجه حرفيا، فقال لك لا انا ما بدخلش اي ارتفيشال سويتنرز، ولا تقول لي بقى ستيفيا ولا سبليندا ولا السكر القذر ولا اي حاجه من الكلام ده، من غير اي طعم. الحاجات دي كلها من غير اي طعم، شكلها مش حلو خالص الصراحة، شكلها وحش قوي، استغفر الله العظيم. شرب الشيك اهو، بعد كده حط على الشوفان سكوب واي، ومش هتضيف عليه سكر طبعا، بيحط نوعين واي بروتين، النوع التاني تقريبا شوكولاتة. بيخليه بالشوكولاتة، الله عليا، هيعمل الايس كريم، عيب عليكم. انا عندي، وعلى فكره يا جماعه انا كنت عامل الوصفه بتاعت البروتين وايس كريم، هحاول اظهر لكم على الشاشه هنا، بقالي كتير قوي ما عملتش الحوارات دي والله، بس يا جماعه قسما بالله انتوا وحشتوني. قلب الشوفان يا باشا، طبعا ما شاء الله هو عنده البراند بتاعه بتاعت اللبس وبتاعت الواي بروتين، اللهم لا اعتراض، يعني ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك. البام سبراي، طبعا الرشه الواحده دي يا جماعه بتبقى ال 1 سكند تقريبا ب 4 كالوري، وفي ناس مش بتحسب اصلا الكالوريز بتاعتها. غالبا هو بيحط بيض وايج وايت، بيضه، البيضه الواحده اعتقد ان دي بيضه صغيره، البيضه الواحده تقريبا بتلعب لها مثلا من 60 ل 70 كالوري او 74 كالوري تو بي سبيسيفيك، يعني واحد حافظ الكلام ده. والايج وايت بياخدوا الباسترايز اللي هو المباستر، كان بياخد زمان ال 400 مللي، معرفش بقى دلوقتي. هو بي اي بولت اللي هو ايه، بيوزنها كده بالنظر.
اه ادي الشوفان بتاعه خلاص اهوت، ادي الشوفان، هنحط بقى اي كوندمنتس او اي صوصز عليه. ملح. البينك ملاين سولت على فكره يا جماعه، في ميث بتقول لك البينك ملاين سولت اكتر في الالكترولايز بلا 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 والكلام ده، الاملاح المعدنيه. الاختلاف ما بين الملح العادي والملح الهيمالاين على فكره لا شيء، وعلى فكره برضو من الحاجات اللي الناس كانت بتقول عليها ملح الهيمالاي غالي. غالي مش غالي خالص يا جماعه، انا كنت شاري كيلو قد كده، هو غالي بالنسبه للملح العادي انما هو اصلا مش غالي. ما اعرفش دلوقتي بقى في الظروف الجميله اللي احنا فيها دي ممكن تلاقيه يوصل كام الكيلو بتاعه. ففي الفتره دي طبعا لازم تبقى عارف انت الاكسبندتشر بتاعك، انت بتتحرك قد ايه وبتشرب ميه قد ايه والظروف المحيطه بيك قد ايه، عشان تبقى عارف كميه الملح انت بتدخلها قد ايه. ما تقطعش ملح، كون ان انت تقطع ملح قبل البطوله ب 3 4 5 ايام كل الكلام ده عبط. كون ان انت تقطع ميه كل الكلام ده هاتش في الكريتش. اعتقد ان هو كمان بيحط ملح على الشوفان لان هو بيتمرن بعد التمرين ديت، فحاجه كويسه جدا ان انت تضيف ملح علشان البامب عندك في التمرين. بيحسب السعرات الحراريه بتاعته. حط اي كوندمنتس ولا اي حاجه على الشوفان او على البيض؟ ما اعتقدش ان هو حط اي حاجه صح. ملح وفلفل بس. اه ملح وفلفل فقط. طيب خلينا نشوف الوجبة اللي بعد كده. بياكل كاد، سمك الكاد ده طبعا مش موجود هنا، هو غالبا سمك كاد ورز ونوع خضار. ممكن نوع خضار بقى يبقى كوسة وبيحب الكوسة، ممكن خس وبيحب الخس برضو، هنشوف يعني. خلي بالكم من حاجة يا جماعة، حتى سمك الكاد اللي هو بيقول عليه ده مش أحسن حاجة ليك على الفترة الزمنية الطويلة، عشان في ناس برضو إيه بتقول لي في الدايت بلان بتاعتي أنا لازم أعتمد على السمك أو على، مش السمك، على التونة مثلا. بصوا خليني أقول لكم على حاجة، الميركري أو الكونتامينيشن أو التلوث اللي موجود في الميه ده مش اصح حاجه ليك. منظمه الاف دي اي كانت قالت لك ان انت ممكن تاكل سمك التونه اه الكاند وكل حاجه، بس ما تزودش عن 3 او 4 ماكسيموم في الاسبوع، علشان طبعا كميه الايه الميركري، والميركري ده اللي هو الزئبق تقريبا، الزئبق اه. ف وحاول لما تاكل السمك ما تاكلش الاسماك اللي في الهرم الغذائي او في السلسله الغذائيه العاليه، او اللي عمرها كبير او اللي حجمها كبير. يعني الحاجه مثلا زي الحوت، الحيتان، السمك القرش، كل ما بتعيش اكتر او الحجم بتاعها بيبقى اكبر، كل ما بتخزن كونتامينيشن او كل ما بتخزن اضرار اللي موجوده طبعا في المحيط كل ما بتبقى اسوأ. يعني عشان كده يعني لما حد يقول لي مثلا انا هخلي السمك التونه مثلا او علبه التونه ديت اخليها كل يوم، بقول له مش اصح حاجه. منظمه الاف دي اي قالت لك رقم معين، الرقم المعين ده تقريبا اكوردنج للابحاث يعني قالت لك 3 4 ماكسيموم في الاسبوع. كاد ورز، 150 جرام رز، واستخدم دي الرايس كوكر. الرايس كوكر ديت بيستخدموها، عارف انت من كتر ما انت بتعمل الاكل وبتعمل نفس الرز وهو بنفس كل حاجه، فانت بتبقى عايز تخلي حياتك اسهل، فاهم؟ فبتشتري اير فراير طبعا لو في مقدرتك الماليه، بتشتري اير فراير اللي هي القلايه الهوائيه، بتشتري بتاعت الرايس كوكر ديت تحط فيها رز وميه وشكرا يا معلم، وشويه توابل من فوق لو عايز تضيف توابل، وحياتك بتبقى سهله جدا. وانت كده اصلا بتوزن الرز او هو بيوزن الرز وهو مستوي. لو مش عارف بقى توزن الرز قبله ولا بعد، ني ولا مستوي، هحاول اظهر لك فيديو على الشاشه كنت عامله قبل كده عشان تفهمك الدنيا اكتر، عشان في اراء كتيره قوي وما فيش صح وما فيش غلط في الموضوع ده. سوشي ميكر اه كمان بعد ما بتعمل الرز يا جماعه بتخليه لك دافي طول اليوم عشان ما تطلعش من التلاجة بقى وتقعد تسخن ومش عارف ايه، فالموضوع بيبقى حلو جدا بيخلي حياتك اسهل. معرفش الله اعلم بقى، دي تلاقيها ب 100000 جنيه هنا في مصر. الله اعلم. يبقى كاد ورز ونوع خضار ايه بقى؟ هحط نوع خضار ايه؟ سبارجس. الاسبارجس دي يا جماعه زمان من 10 سنين والله العظيم شفتها في، قابلتها في جورمي، شفتها في جورمي كانت بتبقى حزمه كده، كانت تقريبا ب 80 90 جنيه، غاليه جدا لان هي اصلا بتبقى استيراد ومش موجوده بره كتير. اخويا بيقول لي تقريبا في امريكا هي ب 6 $7، الكلام ده من زمان طبعا الله اعلم دلوقتي، ما بشوفهاش في اي حته، ولا في جورمي ولا في كارفور ولا في اي حته نهائي، هي موجوده بره بره بس. وبرضه عندهم كور كده اسمها براسل سبراوتس، ان شاء الله يا جماعه باذن الله احنا هنجرب الكلام ده بس في الجنه. ماشي يا عم، ادي الوجبه اهي بيسخنها في الميكروويف، وادي السعرات بتاعتها 350 سعره، 358 سعره. تعال بقى نشوف الوجبة اللي بعد كده.
الوجبة اللي بعد كده كام رز؟ وجبة بعد التمرين؟ مية وخمسة وسبعين جرام رز، أكتر شوية تركي، صدور التركي بدل صدور الفراخ. طبعا صدور التركي ديت لما تبقى 98%، او اللحمه لما بتبقى 98، طبعا التصنيفات دي مش عندنا يا جماعه. حته ان انت تبص على الليبل يقول لك 98% فراخ او الكلام ده، ما فيش الكلام ده هنا عندنا، اللهم لك الحمد. يعني 98% يعني ايه؟ 98% منهم لحمه او بروتين، و2% بس فات، فبيبقى طعمه ناشف قوي، بتبقى كانك بتاكل استغفر الله العظيم فرده شبشب. بتحاول تضيف عليها كوندمنتس او صوصز او حاجه تحسن الطعم شويه، بس طعمها ما بيبقاش احسن حاجه. ممكن يجيب 99% كمان، يعني لو ما فيهوش اي دسم خالص، متشفي على الشعر زي ما بنقول. زوكيني، انا بحب، انا الله عليا، انا على فكره انا بعشق الزوكيني، نفس الكلام برضو. الزوكيني دي اللي هي الكوسه، بيبخ عليها شويه زيت. وارجوك يا جماعه، ارجوكوا، الراجل ناقص له اسبوعين على الاولمبيا وبيضيف زيت. والله الزيت على فكره انت لو ما ضفتهوش عندك في الدايت، انت هتشيل 9 كالوري، لان الجرام فاب ب 9 كالوري، مجموع البروتين والكارب على بعض هو اكتر منهم، بس التست عندك هيبقى في الارض لو انت ذكر، او لو انت ذكر يعني، ما انصحكش خالص. يبقى ديت الوجبة اللي بعد كده. ماشي، خلينا نشوف الوجبة التالتة او الوجبة اللي بعدها. الوجبة اللي بعد كده عبارة عن ايه بقى؟ نفس الوجبة هي لا ده انا معلش، انا عدت نفس الحته تاني. صباح البز رميت يا بامو، صباح البانجو. ماشي، خلينا نشوف الوجبه اللي بعد كده. الوجبه اللي بعد كده ده خاص. خاص وكوسه، وايه ده يا ابو عمو ده؟ تركي بريست برضو ده ولا ايه ده؟ رز بقى. وجبة بعد التمرين نفس الأكلة، 180 جرام تركي، خس، كوسة، 150 جرام رز. طبعا السنين اللي فاتت دي عمره ما كان بياكل الكميات دي، فأنا بقول لكم وش هو التحضير السنة دي بسعرات أعلى. وش كمان في ايه ده؟ هاني مسترد تقريبا جنبه وايه ده؟ هات صوص ده ولا ايه ده؟ ولا ترياكي ده؟ سراتشا، سراتشا ومسترد. طبعا الحاجات ديت المفروض ان هي بتبقى زيرو كالوري، او السعرات اللي فيها بتبقى قليله قوي، وممكن يقطع الحاجات دي تخيلوا اسبوعين ونص ولسه بياخدها، عشان الناس برضه اللي بتجو سو اكستريم بتموت نفسها. يا جماعه الحياه ابسط من كده، يعني ممكن تلاقي قبل البطوله مثلا باسبوع او كام يوم قبل البيك ويك. البيك ويك ده حاجه كده مختلفه عن بقيه التحضيره، ممكن تلاقي قطع الكلام ده. طيب خلينا نشوف الوجبة اللي بعد كده بتبقى عبارة عن ايه. آخر وجبة دي وجبة قبل النوم، I think ان ده بروتين ايس كريم. الله عليا، والله العظيم انا برنس. تلج ومية، وطبعا هو مش بيضيف سويتنر، مش بيضيف سكر. الله، سينمون كرانش سيريال ايس كريم، قصدي واي بروتين، ده الطعم بتاعه المفضل. واي بروتين سكر، ما فيش سكر، واي بروتين تلج ميه، وبيضرب كل حاجه ويسيبها في الفريزر شويه عشان تمسك نفسها، ومن غير سكر زي ما قلت لكم. لو عايز بقى تعمل نفس الوصفه دي هنا، هي بالظبط، كنت منزل لكم على القناه برضو وصفه، هحاول اظهر لكم على الشاشه. بس بتستخدم حاجه اسمها زانثان جم، صمغ الزانثان ده، علشان تخلي الدنيا فلافي شويه، او قوام الايس كريم بيضيفوا لها حتى الحوار ده. الزانثان جم ده اللي الكل عايز يعرف، يعني ده ماده بيستخدموها في البيستريز او في المخبوزات عشان الفوليوم، يكبروا الحجم بتاعها. لو كترت منها عن حبه قد كده بتبوظ لك معدتك، فنصيحتي يعني هي تفه زي ما بنقول. خليها سموذي وبيضربها. خلينا بقى نشوف كمية الكالوريز اللي في الآخر بتاعت اليوم، آخر وجبة.
ايه بقى اخر وجبة؟ تقريبا نفس الوجبة بس من غير رز. نفس الوجبة هي. عشان كده يا جماعة خش المطبخ مرة واحدة، اعمل وجباتك بتاعت اليوم مرة واحدة، او ممكن تعمل حاجة اسمها باتش كوكينج، ممكن تعمل الوجبات بتاعت الاسبوع زي ما انا كنت بعمل. الموضوع بيبقى سهل جدا عليك، بتاخد تسخن لو انت مالكش خلق يعني. 180 جرام تركي، يبقى خضار الزوكيني وفراخ بس. انا عايز اشوف بس الكالوريز قد ايه. طيب احنا عايزين نشوف بقى السعرات الحراريه بتاعته، لان هو السنين اللي فاتت دي كان بينشف على 1600 سعره، فاي ثينك ان السنه دي كل ان هو ياكل 80 جرام بروتين او 80 جرام شوفان، والرز 150 و175 الكلام ده، اي ثينك ان هو بينشف على اكتر. فخلينا نشوف كميه السعرات الحراريه قد ايه. نايس. السعرات الحرارية بتاعت اليوم، أيوة أوبا، بينشف على 2177 سعرة. شفتوا أنا قلت لكم يا جماعة يعني السنة دي أنا حاسس إن كمية الأكل أكتر بكتير. نايس. 199 جرام نشويات كام فات؟ ما سمعتش. 284 جرام بروتين، هو أصلا 250 باوند. فيا جماعة في ناس بتضرب الجسم بتاعها أو وزنها في أرقام غريبة، في 3.5 وفي 4 وحاجات كده غريبة يا جماعة. يعني من 1.6 ل 2.2 more than enough more than enough، فما تأفروش في الحوارات دي يا جدعان. نايس. ده الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة، أتمنى إن الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش يا جدعان يعني تشتركوا في القناة وتشغلوا الشغل كده، عشان إن شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه رياكشنز وانتراكشنز كتيرة قوي. وباذنك يا رب، باذنك يا رب لو ما حصلش حاجه ادعوا كده ان شاء الله ان انا اغطي الاولمبيا باذن الله. لو مش متابعني على التيك توك انستجرام الفيسبوك، اللينكات هتظهر لكم على الشاشه. شكرا شباب، ان شاء الله اشوفكم الفيديوهات الجايه. بيس.